سيف العوفي كان يسأل عن قضية التسليم، إذا كان الإنسان يمشي وهو يقرأ القرآن الكريم وألقى أحدهم عليه التحية السلام. من عرف أحدا بأنه في قراءة للقرآن فليمتنع عن التسليم عليه. نعم. لأن السلام على القارئ غير مشروع، لا يشرع السلام إلا على الفارق، ومن كان في قراءة القرآن هو مشغول بإقباله على الله، ولا ينبغي لأحد أن يتدخل بين العبد وربه فيقطع صلته بالله تعالى، هذا يتلقى عن الله فكيف يقطع عليه؟ لا ينبغي ذلك إذا كان يعرفه بأنه يقرأ.